افتتح معرض أهل المدارس بمدينة أسوان وفق توجيهات من الرئيس السيسي برفع المعاناة عن كهل المواطنين، ويقدم المعرض تخفيضات على المستلزمات والأدوات الدراسية والزي المدرسي بمراحل التعليم المختلفة بتخفيضات تصل إلى 25%. وشهد المعرض إقبالا كبيرا من المواطنين الذين اصطحبوا أبنائهم لشراء ما يلزم من المستلزمات بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق. عاملين معارض في كافة المراكز والمدن، يعني على سبيل المثال هنا في مدينة أسوان عاملين معارض زي ما انتم شايفين لكافة مستلزمات الطالب والطالبة، وفي نفس الوقت بأسعار منخفضة بتصل إلى 30%، وبنتأكد ده بنفسنا. وهنا يمكن احنا في أحد المعارض، احنا عندنا 3 معارض في توقيت واحد شغالين حاليا دلوقتي. المعرض ده بيتميز في المحافظة ان هو بيعرض شنط المدارس والملابس، الملابس الخاصة بالمدارس والأحذية، وفي قسم للأدوات المدرسية. وكمان احنا بنزود على المعرض بإذن الله المنتجات الغذائية. بنعمل معرض كل سنة، والسنة دي بس احنا اتأخرنا شوية، لكن بإذن الله ربنا يوفق. احنا جايبين مواد غذائية وجايبين لبس المدارس وجايبين كشاكيل وجايبين كل الشنط وكل ما يلزم الطلبة، وأسعار إن شاء الله وتخفيضات مميزة من 25 لغاية حوالي 50%. جيت المعرض هنا مع ابني عشان اشتري مستلزمات المدرسة، والحمد لله الأسعار هنا منخفضة الحمد لله من أكتر من 30% من السوق الخارجي. وهنا حضرتك في برضو مستلزمات غذائية، زيت وسمنة وسكر، والأسعار منخفضة الحمد لله. أنا وبابا وأخويا عشان نشتري كراسات وشنط وأدوات المدرسية والزي المدرسي.